السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة بتواجه معظم أو نسبة كبيرة من الناس اللي بيستخدموا لابتوب، خصوصا لما يكون لسه شاري اللاب جديد. والمشكلة ديت واجهتني أنا شخصيا، لما تحب تكتب مثلا حاجة معينة زي السيمي كولون ديت، السيمي كولون ديت لما تحب تكتبها ما بتكتبش معاك سيمي كولون. برضو في حاجة تانية هنا اللي هي الآت، تضغط عليها برضو ما بتظهر معاك اي حاجة تانية، بتظهر معاك هاشتاج او بتظهر معاك اي حاجة تانية. وبرضو في مشاكل تانية بتواجه بعض الناس، بيحب يكتب مثلا W بيظهر مع حاجة تانية خالص غير W، بيحب يكتب مثلا C بيظهر مع حاجة تانية خالص غير السي، وهكذا. فدي مشكلة بتواجه ناس في اللابتوبات الجديدة. فايه حل المشكله دي؟ حل المشكله بسيط جدا، بتروح هنا على الكيبورد بتاعتك في الفن او الاف ان، الاف ان، وبتطلع فوق خالص خالص عند فين، عند النمبر لوك، نمبر لوك، نمبر لوك والفن، بتضغط فن ونمبر لوك في نفس الوقت، فن نمبر لوك في نفس الوقت. المشكله دي بتتحل معاك لحظيا. انا جربت الموضوع ده. شكرا.